دائما نبقى نفكر في الاخر كنوصل باللي راه كاين شي حاجه كبر مني ومنك فهمتي. نعيا ما ندوي ونقول كاين شي حاجه فوق مني ومنك فهمتي، كتحمينا كتوقف معانا ما يمكنش تعرفها. عرفتي كل ما رجعش لي باسبوري البارح فين كنت غادي نكون؟ غادي نبات في الزنقه. وما كانش الباسبور ديالي اللي مع السفاره السعوديه، كان الباسبور ديالي والورك بيرميت، يعني كاع الاوراق باش غادي نعرف راسي. وكون ما رجعوش ليا البارح كنت غادي نبات في الزنقه. وكون كاع بغيت نمشي نشد طياره فحالي باش نرجع للدار في بوكيت ما يمكنش، لان ما عندي لا باسبور لا ورك بيرميت. فريمون كتعيا ما تفكر، كتقول ما جيتش تعرف الموقف ديك الساعه خايب ولا زوين، كي هادي طرا ما جيتش تعرف شنو اللي جاي من بعد. تقدر طرا لك شي حاجه خايبه غتكون بغات تحميك من شي حاجه خيب جايه من بعد، يقدر طرا لك شي حاجه زوينه انت ما عرفتيش قيمتها وتقول ما عرفتش طرات، ولكن راه طرات باش تفكك من شي حوايج بزاف كانوا غادي يطراو لك. كنت غادي نبات في الزنقه فريمون، كنت غادي نتشرد، كنت عادي ما بيا ما عليا وجالس في نفس لوطير فاش جالس. يوم الصباح نط عادي مشيت عندهم قلت لهم باغي نزيد الليله، قال لي لا ما يمكنش تزيد الليله. قلت لهم عادي كي يوميا باغي نزيد الليله. كما كندير يوميا نط اتصلت بالريسبسيون السلام عليكم باغي نزيد الليله، قال لي لا ما يمكنش تزيد الليله. قلت لهم عادي ملي سويت محجوزين كاملين ماشي مشكل، عطوني شي روم عاديه لا حتى هما محجوزين، لوطيل كامل محجوج السبت والحد والاثنين صافي عادي. خويت لوطيل مشيت لوطيل اخر عادي، ولكن ملي جاي في الطريق جالس كنفكر كنقول فاك كون بقى باسبوري تما كون ما اتصلوش بيا البارح رجعت خديتو، هما كيسدو مع الثلاثه كون ما رجعت خديتو كنت غادي نتشرد. كتفكروا الفيديوهات ديال البارحه شنو قلت؟ السفاره السعوديه قالت لي رجع بعد 3 ايام الباسبور ديالك. مشيت في حالي عاودوا اتصلوا بيا قالوا لي رجع دابا، قلت لهم ياك قلتوا لي 3 ايام؟ قالوا لي لا رجع دابا هاك. ومشيت ديك الساعه خديت باسبوري وزدت في حالي. السفاره ديالهم ما كتخدمش اليوم اللي هو الجمعه وما كتخدمش السبت والحد، يعني كانوا غادي يردوه ليا الاثنين، يعني كنت غادي نجلس الجمعه بلا باسبور بلا ورك بيرميت والسبت والحد. بغيت نسافر نرجع لداري ما يمكنش، بغيت نمشي لشي هوطيل ما يمكنش. صات شحال من حاجه كطرى ما عندهاش حتى شي تفسير. البارح ما كانش عندي التفسير. هادو قالوا لي رجع بعد 3 ايام ولا تخرج من عندهم، اتصلوا بيا وانا غادي في الطريق قال لي رجع خذ. كيفاش هادشي شنو طرى؟ مي فريمون اليوم عاد فهمت وبزاف ديال الحوايج اليوم فهمت. هادي فهمتي بعد 24 ساعه كاين شي حوايج اللي طراو في حياتي بعد ربع سنين عاد فهمت القيمه ديالو. ربع سنين دازت عاد فهمت علاش كان داكشي خايب خاصو يطرى، وكون ما طراش كان غادي تسبب كارثه حاليا. صات خايب ولا زوين عيش حياتك ما عارفش. يا سال عاود خايب ولا زوين عيش حياتك، راه ما تعرفش داكشي اللي خايب راه كيجرك باش يديك لشي بلاصه مزيانه، داكشي اللي زوين وتيبان لك اول شطرا ما تعرفش شنو علاش طرا راه طرا باش. المهم شوف خليك ايجابي ديما شي حوايج ايجابيين غادي يطرا، اهم حاجه المهم يخليك انت ايجابي وزوين اوتوماتيك غادي تجبد غادي تجلب لك داكشي الزوين. كنتي حاقد وخايبه غادي تجلب داكشي ديال الحقد والخيوبيه عندك، واي حاجه سلبيه غادي تجلبها. المهم انت خليك زوين، وخا طرا فيك شي حاجه خايبه عارف انها طرات باش تجيب لك شي حاجه مزيانه، طرات شي حاجه مزيانه باش تجيب لك شي حاجه مزيانه. هذا هو الوطن اللي رحلنا ليه اليوم. يس ياس حمدتك يا ربي وشكرتك والله الا فهمتي، وان تشكروني لا ازيدنكم والله الا زعما خاي حمد الله وشكرين.